ونتمنى لها في هذه المناسبة خالص التوفيق والسداد في مهمتها خلال الفترة القادمة. قد بحثت اليوم أثناء اللقاء مع الدكتورة نجلاء المنقوش سبل دفع العلاقات المصرية الليبية في مختلف المجالات، وجهودنا المتواصلة للارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون والتنسيق بما يلبي التطلعات الشعبين المصري والليبي الشقيقين ويسون مصالحهما المشتركة في ظل الصلات التاريخية الوثيقة التي تربطهما. ولقد اتفقنا على تكثيف إطار التشاور والتنسيق خلال المرحلة القادمة تحقيقا لهذا الغرض، وبما يترجم الإرادة السياسية لدى دولنا في تطوير العلاقات والشراكة والتعاون إلى واقع ملموس. وأجدد في هذا السياق التأكيد على دعم مصر للسلطة التنفيذية المؤقتة المتمثلة في المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في أداء مهمها خلال المرحلة الانتقالية، وكذلك جهود أشقائنا الليبيين في استعادة أمن واستقرار وسيادة ووحدة أراضي بلادهم وتنفيذ كافة مراحل خارطة الطريق للحل السياسي المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي ونص قرار مجلس الأمن رقم 2570 واستحقاقات الإلزامية الواردة به المتعلقة بإجراء الانتخابات العامة في ليبيا في موعدها المقرر بنهاية العام الجاري يوم 24 ديسمبر 2021، بمشاركة كافة الليبيين وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مماطلة أو تسويف، وبما يلبي تطلعات المشروع للشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل ويسهم في تقرير الليبيين لمهمة مستقبلهم ويضمن تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها ومفهومهم الشامل المنشود. وقد تناولت كذلك مع السيدة الوزيرة التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين الوزاري الذي ستستضيفه ألمانيا يوم 23 يونيو الجاري حول الأزمة الليبية، واتفقنا على ضرورة خروج المؤتمر بنتائج واضحة تجدد التزام المجتمع الدولي وكافة القوى الفاعلة داخل وخارج ليبيا بالتنفيذ الكامل للاستحقاقات الانتخابية والترتيبات خروج القوات الأجنبية وخروج المرتزقة وسون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وكلها أمور ستفتح المجال أمام انطلاق ليبيا المستقرة نحو مستقبل أفضل ومزدهر. من جانب آخر، فقد بحثت والسيدة الوزيرة مختلف القضايا والتحديات التي تواجه منطقتنا العربية، وجددنا التأكيد على أهمية دفع أطر العمل العربي المشترك وتعزيز مجالات التنسيق والتعاون بما يهدف إلى وقف التدخلات الخارجية في الشؤون العربية ويعظم مصالح الشعوب بالمنطقة ويحفظ مقدراتهم ويعزز من مفهوم الدولة الوطنية ودور مؤسساتها الدستورية في فرض السيادة وتحقيق الاستقرار. مرة أخرى أكرر الترحيب بمعالي الدكتور نجلاء المنقوش في بلده ثاني مصر، متطلعا لاستكمال العمل المشترك معها بما يحقق مصلحة شعبينا الشقيقين. شكرا. تفضل. أسعد الله وأوقاتكم بخير. يسرني أن أحدثكم اليوم من هنا كوزيرة للخارجية الحكومة الوحدة الوطنية، حكومة كل الليبيين والليبيات التي تسعى بكل جد وصدق أن تعبر عن تطلعات شعبها وأماله وأن تحققها بكل عزيمة. لقد تشرفت اليوم بزيارة مصر العزيزة، وليس من قبيل المبالغة أن نقول دوما أن شعبينا الشقيقين لا تربطهما روابط عميقة فحسب، بل كانا في كثير من الحقب لهما تاريخ وعيش مشترك ومصير واحد. إن العلاقات بين شعبينا الشقيقين أكبر من عناوين المصالح المشتركة أو الاحترام المتبادل. لشعبينا تاريخ مميز يجعله يتجاوز مفردات الدبلوماسية والتوقيتات الشكلية. تتطابق وجهات نظرنا أكثر مما تختلف، وسيظل التاريخ وستظل الجغرافيا والمصير الواحد المحركات الرئيسية لتذويب ما قد يتولد من تباين، وهذا ما حصل سابقا وسيحصل مستقبلا،
ولقد كان هذا البعد المحوري جزءا من اجتماعاتنا اليوم. لهذا فأني أتطلع إلى دعم الشعب المصري بأسره لشقيقته الشعب الليبي في مرحلته الحساسة نحو تثبيت الاستقرار وتنفيذ خارطة الطريق التي تهدف بعون الله إلى وضع القطار على سكة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار. تشرفت اليوم بلقائي مع وزير الخارجية المصري معالي السيد سامح شكري للتباحث في سير علاقاتنا المشتركة والعمل الحثيث على تطويرها قدما. نثمن نتائج انعقاد اللجنة القنصلية الليبية المصرية بعد انقطاع دام لسنوات، ونتطلع لانعقاد اللجنة العليا في أقرب فرصة، كما نرحب بوصول بعثة مصرية للتنسيق لإعادة الفتح السفارة في طرابلس والقنصلية في بنغازي، ونتطلع لتعيين سفراء من السلطات المختصة بالبلدين بما يليق بعظمة العلاقة بيننا. نشيد بدور المصري الحريص على إنجاح الحوار الليبي وإنهاء الانقسام ودعم المؤسسات الليبية الشرعية ووقف إطلاق النار ودعم الاستقرار. كذلك طرحت مع معالي وزير الخارجية السيد سامح شكري توجهاتنا في برلين الثاني وتطلعنا إلى دعم خارطة الطريق وتنفيذ مخرجات برلين بإنهاء كل التدخلات الخارجية وتوحيد المؤسسات العسكرية واستمرار وقف إطلاق النار ودعم مرحلة الاستقرار والأمن في ليبيا. أيضا حرصنا على مناقشة ما يسمى بمقترح مبادرة استقرار ليبيا التي سوف تطرح في برلين الثاني بإذن الله. هذه المبادرة هي لتفعيل آليات برلين رقم واحد وبرلين الثاني، وأيضا قرارات مجلس الأمن 2570 و2571. هذه المبادرة هي مبادرة ليبية بدعم دولي تستهدف تفعيل هذه الآليات ووضع خطة زمنية لتفعيل الاستقرار والأمن في ليبيا. ختاما نشكركم ونشكر حسن استقبالكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. سؤال من وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنكوش حول الاستعدادات الجارية لتنفيذ الاستحقاقات السياسية، وخاصة الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر المقبل، وكيف تقيمون التقدم المحرز على صعيد العملية السياسية بشكل عام؟ شكرا جدا. طبعا العملية السياسية مربوطة بعدة آليات. كما ذكرت مع معالي الوزير، هناك الكثير من التحديات الأمنية على أرض الواقع الآن، وهناك الكثير من التحديات الاقتصادية، هناك تركة انقسام دام لسنوات عديدة، وحكومة الوحدة الوطنية تأتي الآن كعنوان للأمل وعنوان لدعم الاستقرار في ليبيا، ولكن أيضا لابد أن نكون واقعيين في كيف نستطيع أن ندعم عجلة العملية السياسية في ليبيا. هي في تطور بطيء، ولكن هناك بوادر أمل وبوادر أيضا اجتماع دولي يبشر بدعم مرحلة الاستقرار في ليبيا ابتداء إن شاء الله ببرلين الثاني الذي سيكون بعد أيام. ولابد أيضا نحن كليبيين نتحمل المسؤولية، لابد أن نكون على مستوى المسؤولية في بناء دولة ليبيا، لابد أن تكون هناك عناصر وطنية تسعى إلى دعم الاستقرار في ليبيا وإنهاء التدخلات الخارجية والمرتزقة والقوات الأجنبية، لأننا هذا الحل الوحيد لدعم الاستقرار ودعم عجلة السلام. شكرا فندم أحمد جمعة من اليوم السابع، رحب بمعالي الوزيرة مرحبتين في مصر. سؤالي لوزاري الخارجية، يعني بعد أيام تنطلق اجتماعات مؤتمر برلين 2 حول الأوضاع في ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة وعدد من الدول المعنية بالاستقرار في ليبيا، ما هي رؤيتكم لأهمية هذا المسار وما يمكن أن يقدمه من دعم للمسارات الثلاث، المسار السياسي والاقتصادي والأمني وتحقيق الأمن والاستقرار في الجارة ليبيا؟ شكرا جزيلا. معلش ممكن تقولي السؤال مرة ثانية؟ يعني بعد أيام مؤتمر برلين، أيوة، ما رؤيتكم لأهمية هذا المسار لدعم المسارات الثلاث السياسية والاقتصادية والأمنية وما يمكن أن يقدمه هذا المؤتمر لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا؟ السؤال مشترك لحضرتك ومعالي الوزير سامح شكري. شكرا.
طبعا هو تكملة لسؤال زميلك، وبالنسبة لبرلين الثاني هي فرصة الآن للبين أن يشاركوا كعضو أساسي في موضوع أو القضية الليبية. سابقا ليبيا كانت مغيبة عن هذه التجمعات الدولية لأسباب عدة نحن نعلمها، نظرا للانقسامات ونظرا لعدم توحد الرؤية تجاه مستقبل ليبيا. الآن عندنا فرصة كبيرة كحكومة وحدة وطنية أن نتواجد بقوة برؤية وطنية موحدة وباستراتيجية واضحة لدعم مخرجات برلين وأيضا لدعم قرارات مجلس الأمن. هذه لتفعيل المسار الأمني والاقتصادي كما ذكرت هو يحتاج آليات تفعيل، وهذه الآليات التفعيل هي التي إن شاء الله ستكون هدف مبادرة استقرار ليبيا التي سنطلقها إن شاء الله في برلين الثاني. هي أجندة ليبية ورؤية ليبية لتفعيل مخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، وآلية لأيضا خلق ضغط على المجتمع الدولي ليكون هناك اهتمام جدي أكثر بالقضية الليبية وخلق مسؤولية دولية مشتركة لكي تدعم عملية السلام في ليبيا. بالتأكيد أنه مؤتمر برلين 2 على المستوى الوزاري نقطة هامة لاستعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا الشقيقة، وإتاحة الفرصة للتعبير المجتمع الدولي مرة أخرى عن المحددات الخاصة بمخرجات منتدى الحوار الليبي والولاية التي منحها للسلطات التنفيذية الليبية حتى تعمل من أجل إعادة ليبيا لاستقرارها، لتفعيل مؤسساتها، للتعامل مع القضايا الأمنية والاقتصادية والخدمية التي تهم الشعب الليبي الشقيق. بالتأكيد أن الولاية الممنوحة للحكومة لها من خلال منتدى الحوار، من خلال قرارات مجلس الأمن سواء 25-70 أو 71، عناصر من شأن الحكومة تنفذها للخروج من هذه الأزمة. الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر ليعبر الشعب الليبي عن إرادته الحرة، وبالتأكيد أنه حتى يتم ذلك نحتاج إلى التعامل في أقرب فرصة ممكنة مع المكون الأمني المرتبط بالمرتزقة وخروجهم من الساحة الليبية تماما، التعامل مع قضية التواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية تأكيدا للسيادة ليبيا وشعبها على أراضيها، وعدم انزلاق ليبيا إلى أي مجال من بؤرة الصراع بين القوات الدولية المختلفة. التعامل مع قضية الميليشيات وإدماجها في المؤسسات الأمنية إذا كان ذلك ممكنا، والاستفادة من الآليات القائمة سواء كانت اللجنة العسكرية 5+5 ومخرجاتها وتوافقات التي تمت خلالها، أو اللجنة الاقتصادية التي تترأسها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في إطار معاونة الأشقاء في ليبيا للتعامل مع القضايا اللي لها تأثير مباشر على النهوض الاقتصادي، على إعادة الإعمار، على التوزيع العادل للثروة. كل ذلك هو التصور الليبي اللي تم صياغته في المنتدى الحوار الليبي وقررته قرارات مجلس الأمن، ويأتي المجتمع الدولي ليقره مرة أخرى في برلين. وبالتأكيد أن المبادرة اللي طرحتها معالي الوزيرة نيابة عن الحكومة الليبية هي مبادرة لمزيد من الآليات التنفيذية التي تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف، ونحن في على أتم استعداد لمعاونة أشقائنا في ليبيا معالي الوزيرة وحكومة الوحدة الوطنية لتحقيق ذلك، لأننا نرى أهمية بالغة وبحكم العلاقة الوثيقة اللي تربط بين بلدينا، بين شعبينا، الصلة فيما بين الأمن القومي المصري والأمن القومي الليبي، بأن تستعيد ليبيا سيادتها، استقرارها، وحدة أراضيها، الحفاظ على مقدراتها من أجل الشعب الليبي الشقيق، وليس لمصر أي مصلحة إلا تحقيق هذا الهدف. سؤالي موجه للوزيرين.
شاركتم قبل أيام في الاجتماع التشاوري العربي وفي اجتماع الدورة غير العادية بشأن سد النهضة لمجلس الجامعة العربية. كيف ترون أهمية آلية التشاور العربي في ضوء التحديات التي تواجهها أو تشهدها بعض الدول العربية؟ وكيف ترون الموقف العربي من قضية سد النهضة؟ شكرا. الاجتماع التشاوري في الحقيقة نشأ خلال رئاسة مصر لمجلس الجامعة في دورته السابقة، وكان الهدف منه أن يتيح الفرصة للوزراء العرب بالتداول وإثارة القضايا خارج الإطار الرسمي التقليدي، وبما يتيح مزيد من التفاعل والحوار والمقترحات الهدفة إلى تعزيز التضامن العربي، العمل العربي المشترك، وأيضا كيفية معالجة الأزمات القائمة في الساحة العربية وتشكيل رؤية مشتركة إزاء هذه القضايا وكيفية حلها. تأكيد أنه الجولة الأولى التي انعقدت في القاهرة والجولة الثانية التي دعت إليها قطر باعتبارها تترأس المجلس الجامعة كانت مفيدة بشهادة السادة الوزراء، أتيحت التداول للأفكار والمقترحات والرؤى بشكل أفتكر كان ثري، وأيضا أتصور أنه هناك ارتياح لاستمرار هذا النهج مستقبلا، وأن يتم أيضا انحصاره في قضية أو قضيتين مركزيتين يتم بعد ذلك تناولهم في الإطار الرسمي، ونحن سوف نستمر في دعم هذا التوجه. أما فيما يتعلق بسد النهضة فكان هناك تضامن كامل على مستوى جماعة الدول العربية وأعضائها لعدالة قضية حقوق المائية لكل من مصر والسودان، وما بذلته الدولتان من جهد على مدى العشر سنوات الماضية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم منصف وعادل يتيح لإثيوبيا الاستفادة من النيل للتنمية، ولكن في نفس الوقت يضمن عدم الإضرار الجسيم بمصلحة كل من مصر والسودان. القرار واضح في أنه يدعم موقف مصر والسودان وحقوقهم المائية، ويؤكد على الارتباط الوثيق بين الأمن المائي المصري السوداني والأمن القومي العربي، وبالتالي هي رسالة نسعى بأن يكون وقعها محفز لإثيوبيا بأن تنخرط وتبدي المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق، وأن تنبه أيضا المجتمع الدولي لخطورة استمرار هذه السياسات المتعنتة وما قد يترتب عليها من زعزعة الاستقرار والأمن في منطقة شرق أفريقيا وخاصة في منطقة القرن الأفريقي.